لن تهنئي ولن ترتاحي يا بن غبري طالما أنت باقية على عرش كرسي وزارة التربية. هي تهديدات وجهتها نقابات التربية لخليفة بابا أحمد الممتهضة من تفاعل بن غبريط مع مقترح نقابتي لومبيف والكنافيس من خلال أعمالها لتسيير المركز لأموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بالملايير خلال الانتخابات التي جرت في شهر رمضان الماضي بدل التسيير المركزي، وهو ما خلق ضجة ووسع شرح الاختلاف والخصام بين نقابات التربية المستقلة، وهي تهدد بترغيم الدخول المدرسي شهر سبتمبر في حالة عدم عدول بن غبريط عن هذه الآلية في التسيير. وذهب بعيدا عندما طعن في كامل مراحل عملية الانتخاب وفي مصداقية لجنة وأفرادها. من النقابات طلبت بإعادة الاستفتاء للقاعدة العمالية، وزوج نقابات كانت رفضت العملية هذه، لكن للأسف فاجأتنا وزير التربية الوطنية في شهر رمضان المفضل بإعادة الانتخابات عن طريق الطريقة القديمة. احنا كنا رافضين هذا الشيء. هناك تنسيق مع باقي النقابات، والقيادة الوطنية هي في اتصال حثيث مع جميع النقابات الأخرى من أجل صياغة موقف موحد والرد على قضية الانتخابات على الخدمات الاجتماعية مؤخرا، والرد على وزارة التربية الوطنية اللي تجاهلت الاقتراحات نتاعنا. إذا بن غبريط مع موعد آخر من مسلسل الاحتجاجات بعدما فشلت في إرضاء 8 نقابات من أصل 10، ويأتي هذا بعدما تلقت العهدة السابقة للجنة الخدمات الاجتماعية الكثير من الانتقادات واتهامها بتحويل الأموال المخصصة لقرابة مليون موظف في القطاع إلى غير وجهتها، إضافة إلى عدم استفادة الأساتذة من هذه الأموال التي يفترض أن يحصلوا عليها عبر مشاريع في كل القطاعات على غير السكن والصحة، إضافة إلى الرحلات السياحية والعمرة التي تبرمج موسمياً.